السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه أجمعين، اللهم آمين. اليوم فريق الأوكتوبوس طرح مشروع جديد يتمثل بالواجهات الخاصة بالبوكس بدون الحاجة إلى البوكس. يعني بإمكانك نفس الحالة مع الكاميرا تورس الشيء معروفة محليا أو الـ EFT، أنه تستخدم واجهات سامسونج الـ FRP الـ هواوي الـ LG بدون الحاجة إلى البوكس، فقط تشتري رخصة. اليوم الفريق أعلن عن هذا المشروع، بإمكانك تشتري سامسونج الـ LG الـ هواوي الـ FRP أو كلها في رخصة واحدة. لكن ما الفرق عن لو كان عندك البوكس؟ البوكس استخدامه دائمي، تفعيله دائمي، أما هذه أما هذا المشروع الاشتراك فيه نصف سنوي، 6 أشهر أو سنوي، يعني ليس تفعيل دائمي. أيضا عند استخدامك للرخصة على كمبيوتر أو على حاسوب يجب أن تنتظر مدة 48 ساعة إلى أن تتحول إلى حاسوب آخر، لكن هذا الأمر غير مطبق بسبب كورونا. إلى ما بعد كورونا راح يطبق أنه مدة انتظار 48 ساعة بين كمبيوتر وآخر. الواجهات راح تعمل نفس تلك اللي مفعلة على البوكس، ليس هناك أي خلاف، كل شيء يعني مشابه نفس الشيء، ليس هناك أي شيء يعني مختلف، فقط أنه التفعيل ليس دائمي، 6 أشهر، 6 أشهر عفوا أو سنة كاملة، فقط هذا الفرق. من هنا بإمكاننا مشاهدة الرخص، هناك الـ FRP لمدة 6 أشهر، الهواوي لمدة 6 أشهر، الـ LG لمدة 6 أشهر، أو السامسونج لمدة 6 أشهر، أو 6 أشهر تتضمن كل التفعيلات، لكن السعر أغلى أكيد. أو الـ FRP أو الهواوي أو الـ LG أو السامسونج سنوي، لكل منها على حدة، بإمكانك تشتري الرخصة تحتوي كل التفعيلات أو كل تفعيل على حدة، حسب ما تحتاج أنت. وهنا الرخصة السنوية لكل التفعيلات. هذا ما حبيت أنوه عنه، أعتذر على التقصير أو على الإطالة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.